أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة المناخ كوب 27 محمود محي الدين ضرورة دعم أنظمة الرصد المبكر باستثمارات ضخمة لتقديم بيانات ثرية من قبل الحكومات والعلماء لتجنب التداعيات الخطيرة للمناخ. وخلال جلسة التكيف والصمود ضمن فعاليات كوب 27 أشاد محي الدين بمبادرة سوق إفريقيا للكربون باعتبارها تولي أهمية للدول الإفريقية، داعيا الدول في إفريقيا إلى الاستثمار في المناخ من أجل الحفاظ على الطبيعة ومواجهة التغيرات المناخية.